مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. بصوا بقى، انا ما عنديش مانع اخد تصريحات الدكتور اشرف صبحي محمل الجد، يعني خلينا اجرب مره، وزير الشباب والرياضه طبعا، وخليني اخد التصريح ده بالذات محمل الجد لان في متغير في الوسط الرياضي حصل في الساعات الاخيره، فخليني اطلع بالتصريح ده عشان التصريح ده يبقى هو المسطرة اللي هنبني عليها. ليه؟ مش انا اللي قايله، ولا رئيس النادي الاهلي اللي قايله، ولا رئيس نادي الزمالك اللي قايله، ولا رئيس النادي الاسماعيلي، ولا رئيس اللجنة الاولمبية، ولا رئيس اتحاد الكورة، ولا حد من السادة الافاضل المسؤولين في الرياضة المصرية كبار يعني، انما اللي قايله وزير الشباب والرياضة شخصيا، واخدى عنه قناة العربية السعودية، قناة الاخبارية العظيمة الكبيرة دي. بص بقى الدكتور اشرف صبحي قال ايه. ما مضى من تجاوزات انتهى، وانا هقولها بالتون بتاع المسؤول لما يكون مش راضي عن شيء، يعني مش هقرا كده وارتم، لا ده انا هقولها كده بتون معين كده بصوتي، كان انا المسؤول وفي حاجه مش عجباني نهائيا وخانقاني نهائيا وقررت اخلص منها لاجل الصالح. ده اذا كان في حد بيشتغل للصالح في الرياضة. بص يا سيدي، ما مضى من تجاوزات انتهى، بيان وزارة الشباب والرياضة ليس اسقاطا على احد بعينه، مش قصدين حد وبنتكلمش على حد، ولكن من النهاردة او من الان ستتم متابعة كل شيء في الوسط الرياضي لمنع التجاوزات غير المألوفة، وكأن في تجاوزات مألوفة لكن ماشي، وكل من سيتجاوز سيكون هناك حساب له، كل اللي هيتجاوز هيكون له حساب، ما قالش عسير، قال حساب بس. طبعا مفيش تجاوزات مألوفة وغير مألوفة، هو التجاوز تجاوز، يعني لو مألوف ما يبقاش تجاوز، يعني لو حاجة مألوفة ما تبقاش تجاوز، انما ماشي انا ما عنديش مشكلة. ده تصريح الدكتور اشرف صبحي، والتصريح ده من ساعه ما طلع من 3 ايام ومحدش فاهم كان ايه الموضوع، البيان بتاع الوزاره والتصريحات، والدكتور اشرف كان حريص، وعلى فكره الدكتور اشرف صبحي ما يطلع يتكلم ما بيبقاش صدفه، ولا بيبقى كده حد ضغط عليه من المذيعين ولا من المعدين، لا 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 لا، الدكتور اشرف صبحي لما بيتكلم بيتكلم وهو يعني مذاكر الكلمه 300,000 مرة. عشان كده بهذا التصريح هناخده مسطرة ونتحاسب كلنا، كلنا يعني ما عندناش مانع نتحاسب كلنا، الوزير والغفير، شوف بقى من الوزير للغفير، حلو كده؟ فخلونا ايه نبني على تصريح السيد الوزير. ماشي، كل ده بقوله ليه؟ عشان الفتره الجايه هنتابع بقى، الساعات الجايه دي هنتابع هل هتكون في حواديت ولا هتتقفل الحواديت والناس كلها هتلتزم. هتلتزم. المهندس خالد مرتجي عمل تصريحات في الاذاعه المصريه اللي هي اذاعه الشباب والرياضه، ومعروف ان الاذاعة بالذات بتبقى يعني، والشباب والرياضة وكل الاذاعات بشكل عام يعني بتبقى حاجة كده لايت يعني للمستمع، فما فيهاش تجاوزات، ما فيهاش تصريحات عنيفة قوي، ما فيهاش شد، ما فيهاش يعني، انا بقدم برنامج اذاعي ببقى الصبح لايت ومبسوط اكتر من التلفزيون. على فكرة التلفزيون بيبقى تنشن وموضوعات وخناقات وحواديت وقضايا كتير، وبتفتح وعندك مساحة تتكلم وتناقش وتحاور وفي طبعا بما انه احنا في وسط مليان مشاكل فبتناقش حاجات كتير دمها تقيل، فبيبقى مزاجك بالليل بايخ لانك بتقعد تتناقش في حاجات بتستغرب انها موجوده عندنا، وبتستغرب انها شغاله ومحدش بيتكلم، وبتستغرب الفوضى اللي موجوده، وبتستغرب ان مفيش نظام، وبتستغرب ان مفيش احترام للوائح، وبتستغرب ان الناس مش عايزه تشتغل، كل دي حاجات بنواجهها في برامجنا التلفزيونيه بالليل، فبتتكلم وانت يعني تنشن شويه. انما في الراديو
الامور الطف واجمل واهدى. يعني المهندس خالد مرتجي عمل مع اذاعه الشباب والرياضه، وزي ما قلت لكم حاجه لايت، يعني اذاعه لايت كده لطيفه، بعض التصريحات عملت مشكله، او هي ما تستاهلش انها تعمل مشكله، انما ناس اصطادت في الماء العكر استنادا لهذا التصريح بتاع الوزير. هاتوا تاني، يعني هو الناس اخدت ال 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 الكلمتين بتوع الوزير وبنت عليها ايه التلكيك. ماشي، وانا ما عنديش مشكله على فكره، بالعكس هتحاسب الناس على زله اللسان. وصلت لكده يا سلام يا جماله يا جماله، يعني حتى هتتحاسب على زله اللسان. يعني ساعات حد يقول لك يا عم ده زله لسان ما يقصدش، لا، اذا كنت هتحاسب على اللي ما يقصدش ده انت هتبقى قاسد بقى اللي يقصد، صح ولا غلط؟ فالراجل الاذاعه اساسا الشباب والرياضه اذاعه بشكل عام، زي ما بقول لكم الاذاعات بشكل عام بيبقى عندها نوع من التحفظ وحاجه لايت يعني.